طيب قولي لي انت الباليه المائي من الالعاب اللي عايزه عدد ساعات تمرين بالظبط فلكيه، يعني لو اتمرنتوا 8 ساعات ده قليل جدا يعني، لانه انت مش بتتمرن، انت بتتمرن مع هارموني مع فرقه، لو حد سبق حد بتبقى صعوبه او صعبة تبقى جدا. مشكله. صح. بتلاقي وقت ازاي تتمرني كده؟ والله ده بقى معتمد على المدربين بصراحه، انهم بيبقوا مقسمين ميعاد التمرين بالظبط، يعني كل مثلا عندنا ساعتين فتنس، ساعتين ارضي باليه ارضي. حتى المعدين النفسيين كانوا جايبين لنا دكتور معد نفسي بنقعد معاه قبل البطوله، ما شاء الله. فهم التايم بتاع التايمنج بتاع التمرين بصراحه مدربين بيبقوا منظمينه كويس قوي، فاحنا مش بنحس بالفرق ده. يعني ممكن التمرين تقعد 10 12 بس ساعه مبسوطين، بس احنا فعلا مش حاسين. مش حاسين بالظبط. طيب قولي لي يعني خلينا نقول انه اللعبه دي احنا يعني كنا بعاد شويه، يعني دايما النادي الاهلي بقى له 20 سنه بعيد، فانتوا كان دايما عندكم رهبه ان انتوا تخشوا البطولات او تاخدوا مركز. بالظبط. ايه اللي جد البطوله دي؟ ايه اللي حصل؟ والله المره دي انا كنت لسه حتى بقول عزيزه، بقول للبنات يعني الروح بتاعتنا اختلفت قوي، يعني حتى لما قعدنا مع بعض قبل البطوله بقينا بنتكلم لا احنا عايزين نبين النادي الاهلي ده لا في فريق باليه مائي، حتى لو احنا اصغر ناس في البطوله هننزل، حتى لو مش هنحقق لازم نثبت نفسنا.